الى خسرت الجزائر مصطاشي النحيه 1 2 3 فيفا الجزائر. السلام عليكم الاخوان، حياكم الله، معكم اخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضيه الصحراء المغربيه اللي هي قضيه مقدسه عن الشعب المغربي العظيم، نرجعوا مره اخرى تداعيات لانتصار تاريخي المنتخب الموريتاني على المنتخب الجزائري. وكانت هذه فقط مباراه، يا غير دركوا الموريتانيين امور خفيه عليهم، امور لاول مره اكتشفوها في الجزائريين. هذا اول امتحان ولا زاد اول موقف يسقطوا فيه الموريتانيين مع الجزائريين، اول امتحان حقيقي عرف من خلاله عدد كبير من الموريتانيين عقلية الجزائريين، عقلية الشعب الجزائري، عقلية النظام الجزائري. مع العلم لأنه احنا المغاربة طحنا في مع الجزائريين في مواقف ومواقف ومباريات ومباريات وتداعيات وأحداث رياضية سياسية اجتماعية نعرفوهم حق المعرفة. غنسمعوا ردود الموريتانيين حول ما نشره الإعلام الجزائري من حقرة واحتقار واستهزاء بالموريتانيين. حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. مهبول انت، عيب يا اخو عيب. النور مشريكي موريتانيا حنا ندعموهم، حنا ليك تعرف الدراهم علينا الدعم علينا ومن بعد بالون تربحونا، هذا شغل بالك مخدوم انا ويبان لي يا اخو. حبيبي شو لو كان ربحت انا الكاميرون ولا اونغو هذيك اونغولا ولا كذا ولا غير معليش يا اخو كاميرون كذا شغل كي قرون ايكيب يا اخو، بصح تربحنا موريتانيا نو يا اخو ماشي هكذا كاع شريك النورمال خو شبيك موريتانيا تربحنا اخو يا حنا قرون ايكيب يا اخو حنا جيري صاحبي تاع معبول. السلام الله عليكم جميعا ايها الاخوه والاخوات من برا، كلنا موريتانيا الحبيبه، مرحبا وسهلا واهلا الخو. هذا الخو هذا كامل اللي ترد على الجزائر اوهام وشعارات. انت راك عشت في المغرب نظن 20 سنه، بمعنى ذاك اللي ما عشت في الجزائر ما عشت في الجزائر 20 سنه، وما نظنك انك تقد تعيش في الجزائر عام واحد ما تقد تعيش في الجزائر. الجزائر معروفه بالحقره، حقارين معروفين وشاكين عن راسهم هما الالمان او امريكا والله تعالى اعلم، هما نسيطروا من الحليب ما تجبر خاصك تقوم السبعه بكري باش تشري نسيطروا من الحليب. الجزائر احقر يحتقروا الافريقيين ويحتقروا العرب. يا غير اليوم الجزائر بانت للعيان، بانت في محيطها الافريقي واصبحت دوله منبوذه، وبانت في منطقتها العربيه اللي اصلا مكشوفه، وجات القضيه الفلسطينيه اليوم في غزه وفضحت الجزائر. جزائر الشعارات، جزائر الاوهام، جات حرب غزه وفضحت اليوم دوله المفارقعات دوله الجزائر. فلسطين 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 ندعم فلسطين، وهي لا شعارات لا تزفطات. الجزائر احقر يحتقر الناس وشاكين عن راسهم هما السماء هما التراب هما لا شيء لا شيء لا شيء. انا بغيت نعرف عني هذا الريف حد سمعوا ولا بلا ولا اثر فيه نختار ويعطيني يعطيني قلبه نعود نصنت في دولة يأثر فيه مدى يا اخوتي ما عندها من البيبان تتنفسي ما هو موريتان. واذا نبت كلامها عن موريتان انا ما بي على انه قاعد حد يشجع فريق عن فريق، ذاك كله ذوقه عادي، يغير ذا النوع من الكلام، ذا النوع من الكلام العنصري اتجاه موريتان. وفي الاخير من يعود الصيف، والله قاعد ما هو في الصيف، كلها جاية تجي في تكو هيليكس مغبرة كيف الضب، وتجي لموريتان وتصيف فيها حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجتمع البيضان بعد النيف قاع ما النيف ما يسمع عندهم، ما يسمع في الجماعة اللي فيها شيء كبار من الشيء، ولا يسمع من اللي على الطعام به اللي النيف معروف، لكن اللي يأخذ منه حد عنده النيف معناها على انه هو اكبر شيء عنده
ومعناها انه المخاط عنده منه فايض ولا ينسم في الجماعه. مرحبا محمد ابويا، والله والله الا كانت عندي كرنصف كرناندي الصفره ذيك، والله الا كانت عندي، والله الا معدل احصائي في نواذيب من مذالي مذالي مذالي. انطرت اوريق هذيك ساعه قط هيك ساعه 77 قط دخلت بها المدرسه في نواذيب وحصاي موريتانيا الصدر يقول 10 عني راه ما هو كاذب، مسطوط كم مسطوط موريتاني وكم موريتاني غير قاع مشيتك الا 10 مسكين ما عاد يقول. وانا مولي والله ماني عجلان لعل يعود رقمي قاع عندي رقم وطني قريب من هذا يجمعني بهذا السو. لا راني هنا اسمع رايك وتوف. مرحبا محمد فارس، حالك القاضي ياك لباس خير. انا اللي نقول لك راي كفال باش 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 تتكلم لك كلام على الشركي كلامهم هما، هذو راهم هما اللي باقين يعدلوا دوله برا وباقين يعدلوا الديمقراطيه، وهما هما اللي راهم في تيك توك يقولوا ذا الكلام وفي الواتساب قاعدين معانا هون يقولوا احنا موريتانيا لا شيء واحد وحنا لا اخوت. ما طمك يا شراويط تلبسوا شراويط دراري الصبانه يلبسوهم، والله مليح فات من توبيت شوينات مولي ومخليات ما هم بلدهم ويقولوا عنهم احنا موريتانيا لا شيء واحد، وبالتالي راهو كلامهم وعيبهم اللي هذا هو. وما يلزم العنصري، ما يلزم العنصري اللي ينعتوا فيه هذو الناس، هذا ما هذا راهو مادة تقول على انها يديروا الجمهورية العربية الصحراوية وما تفهم انت تتقب نفسك ينفلك الهواء وتبون هذيك الديمقراطيه من الكذيب الاحمر. الديمقراطيه اللي يقولوا ذا النوع من الكلام، والله تحرريه اللي يقولوا ذا النوع من الكلام، والله حد قاع باقي يبني الافريق ويقول ذا النوع من الكلام، قطعا على انه ما هو في المستوى، ما هو في المستوى. وظهرني يعني انا نعرف على انهم ما هم في المستوى ولا في يبنوش، هي مده اثقف حد فيها عشر اكلم حد فيها عشر قطعا على انها والله ناس منها عشر راسه ساكتة عنه، ناس منهم عشر راسه ساكتين عنه، معناها على انهم الا ما هم مدقع الا ما هي قاع مد. وهذو ركت اللي تجبرهم كاملين حاصين في بير مقرين والله في الزوارات والله في نواذيب، وذاك بعد اللي معلق في الاحصاء الارويخي صرتك اللي الارويخي الصقع ما هو الصيف موجود في الاصل، ولا هو مولي الخبر في جماعة، ولا هو زين الكلام، ولا هو تطراق في مجلس. لا اللي عاد شيتوف، لا اللي عاد حوزة ذيك الملح. وأنا بعد راني حامد مولانا وشاكر، بالرغم على اللي راني عندي ورق كرنانديت موريتان ذيك الصفرة اللي كانت الأولى وفي الإحصاء ذاك اللي تابعها، وفيت وما بغيت نحصي ضريك إلا بيا لعل نتخلط أنا وذا الويل في بلد قاع، لا لعل نتخلط أنا وذا النوع من المجوس، النوع من البشر. هذا بعد راهم لك ما هم مدة بعد يعدلوا شي مان الله. إيوا أنت الفاول كيف قال عاشور عنك مستوطن موريتاني. انت ما دامش عندك الكرنه الصفراء والاحصاء اللي وراها ما معش لك شيء، ديك مولاها الوقت اللي جاي يحصي. وانا بعد نتريع عليك، لا تعدل لك اللي في عزيمتك على انك ما تعجل عليه، لعل يعود رقمك الوطني باطل قريب من شي من الارقام الوطنيه اللي هلهلنا بتكلامهم عن موريتان. لا راني قايل لكم اللي على ان شتاون اللي قال لهم المملكه المغربيه على انهم مباركين، والله صلاح والله ما نعرف ايش خالق لهم، كانوا واحدين في التريبه اللي ورا الربط ما هم عارفين منين يجوا عنها، اللي نعطاهم مولانا هذا العويلي اللي عاد على البوليزاريو وقام يرصف هو وثلاث كهلات معاه شغل القرقالات وفويسدين، وقاموا يقنوا عندها وتبوا فما تياهين حرجوا المقاربه على انهم يعدلوا اللي يعدلوا ريك، ومين حرجوهم قفلوا المقاربة أمنوا القرقلات قاموا يتراسفوا هم اللي قافين قايسين البليدة اللي كانوا هم قاعد يعدلوا منها مظاهرات ويجوا للربط
ويعودوا المقاربه يقولوا لهم كحصوا عنا اللي هي براياتكم، يجروا للربط رافدين رايات البوليزاريو ويطحوهم عنا من المقاربه اللي هي. قام يرصف مولي مقافي وخبط عميرات كانوا عنده مقومات في الخيز خابطهم ياسر من البرد، فيهم اللي في من اللي فيهم فيهم البرد اللي ما هو في حريق فاته هو. وقام طموا لنا المقاربه سيطروا على ذا الشمير اللي كان باقي، وراني قايل لك على مولي ما تلاوا له يفتصلوا معاه ابدا ابدا، عنهم تلاوا له يفتصلوا مع هذا السيطره المسيطرين اللي غريك على ذاك الشبر. ولا بقات البوليزاريو تعلن وقف اطلاق النار، ولا بقات الا بقات تتم الهم على عنها تخيبط من الاخوت والاخوه الخاوي. المقاربه ما تلاقوا مختصين مع ذيك التراب منين اللي كانوا ما تقطع كيل ماذا هو لك فريق، ولا تقطع كيل ماذا هو لك مرصة، ومعمرتها الناس وبرتي قسيت عامر والحفيرة هذا وبير الحلو عامر والتفاريتي عامر ومهريز عامر وميزك عامر واقوينيت عامر. اليوم ما تلا فيهم ما هو القربان، ما تلا فيهم ما هو القربان، لا تلا حد يقدر يطرح فيهم كريعاته ولا المقاربة مولي. راني قايل لك ما تلا ولا يفتصلوا معهم، ما تلا ولا يفتصلوا معهم، ديك الدرونات ما تلا تقض من فم فهمتني. وباش تعرف عنهم فويسدين وتعرف عنهم عويني اللي شاكين على المغرب عنده لا درون وحده، يقولوا خاصنا ساري وخنا خبطوا به الطياره، كان المغرب عنده لا درون وحده الا خبطوه هما اللي توفوا. اخبطوا 20 درون خارجه 3000 درون في طلعت الخدمه. هذا وش من الجهلاء ما يعرفوا ذا جايهم، ومنين يجيبوا صاروخ ضد هاي درون لا يجيهم عينه ثانيه من الدرونات اللي ما عندهم صواريخ. هذا نوع من الجهلاء ونوع من القداوه ونوع من الويل اللي انا بعد نحمد مولانا على نهار طلع عليهم ابراهيمات قالي باش يكمل عقاب هذا الفيلم هذا مخسور اللي قبل التندوف. احنا قاع سابق تلوذ الفيديو الا اعرف ان بلد العبودي تنقال لاش العبودي عبودي نعرا. سمعت الفاضل البريكي يقول هو اسمه يقول العاشور على انه كلام الا عبود من الكلام وبلد العبودي الصه ويشن خلق الناس ما تحشم انتو خلق الناس اللي ما تحشم حضر راسها بشي يا ما يفهمه بعره شبه منها حتى شبه منها عاشور.